بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد، تحل علينا نعمته وبركته الان وكل اوان والى ظهر الدور كلها امين. بنعمه الله نبدا المحاضره السابعه في هذا الكورس، وما زلت مش قادر أوعدكم هينتهي إمتى، فهو كورس هيبقى ممتد شوية، حبيت أختزل معرفتش، حبيت أختزل أكتر من كده يعني، حسيت إن هيبقى مش سهل يعني، وخصوصا وصلنا لمرحلة من أهم مراحل تطور الفكر أو أحداث الموضوع على المستوى التاريخي والفكري، لأن زي ما قلنا المرة اللي فاتت وبدأنا بدأ يبقى في اتجاه آخر في التعامل مع الفكر الكريستولوجي، وخصوصا في الفترة اللي حكم فيها أناستاسيوس. والحقيقة الفترة دي تعتبر أفضل فترة في التاريخ منذ مجمع خلق دنيا، وخلال فترة الحكم الروماني كله تمتعت فيها كنيستنا القبطية الأرثوذكسية بل والأرثوذكسية بصفة عامة بالاستقرار، وازدهرت بمعلميها، فبدأ يبقى في قدامهم فرصة يعلموا ويفندوا أخطاء خلق دنيا، وإزاي إن مجمع خلق دنيا كان مخالف لتعليم القديس كيرلس عمود الدين، وإزاي اختزل كل كتاباته وتجاهل بصفة خاصة البنود الاثناشر. كل الأمور دي بدأت توضح وطبعا اسم القديس كيرلس وتراثه وتاريخه كان محل تقدير ومازال لكل المؤمنين، حتى ان القديس ساويرس الشهد لي ان افضل من تحدث عن سر التجسد. فبدأ يبقى فيه اسلوب اخر، وهو التأويل والتزوير لكتابات القديس كيرلس ليظهروا أن عقيدة خلق دنيا متوافقة ومتطابقة مع تعاليم القديس كيرلس. والموضوع ده ما كانش جديد الحقيقة، ده بدأ في حياة القديس كيرلس، واللي درس فيكم معانا وفاكر وبتركيز من الكورس الأول إن القديس كيرلس في حياته عانى من هذا، وقال في بعض رسائله إن في ناس يجوبون برسائل كأنها مكتوبة منا، ويخدعوا البسطاء
يقولوا ده القديس كورولوس قال كده، بل القديس أثناسيوس أيضا. وتتذكروا برضو لما جم للقديس كورولوس وقالوا له ايه رأيك في رسالة القديس أثناسيوس لبكتيتوس، وقالها مزورة. وكان الادعاء الأكبر بقى في المصالحة 433 وما صاحبها من أحداث وادعاءات وتأويلات، كانوا أبطالها في البداية سؤدوريتوس أسقف كورش وهيبة وسابيوس أسقف دوريليوم ومن معهم. فهذا الأمر ما كانش جديد، لكن بدأ يتسع وبدأ يبقى بصورة فجة. لكن ربنا لا يترك نفسه بلا شاهد، فهذا التطور زامن وعاصر القديس ساويرس الأنطاكي اللي حباها الله بالحكمة والفطنة والذكاء وعمق المعرفة والتقوى المتأصلة، فبدأ يفند من وهو راهب لسه. يمكن بدأنا في هذا نعرض هذا الأمر المرة اللي فاتت، إزاي مقدونيوس ومن معه عملوا كتاب جايبين فيه مقتطفات من أقوال القديس كورولوس مزورة ومبتورة ومؤولة. يقتطعوا نص من سياق وما إلى ذلك يعني، ويحاولوا يثبتوا إن القديس كورولوس أو إن خلقدونيا متوافقة تماما مع تعليم القديس كورولوس. القديس ساويرس الأنطاكي وهو راهب لسه كتب كتاب سماه فيلاليسس، محب الحقيقة أو محب الحق، يقصد القديس كورولوس يعني. وبدأ يشرح ويفند لغاية وقت قريب. الكتاب ده ما كانش متاح وموجود غير باللغة الفرنسية. الحقيقة أنا حصلت عليه باللغة الفرنسية وتمت ترجمته من حوالي سنة 97، لكن من حسن الحظ الآن أن ظهرت نسخة مترجمة، وكان فيه مخطوط بالعربي بس ما كانش منشور. أحد الآباء الأفاضل من دير ماريمينا نشروا مترجم، أو يعني عمل دراسة ما بين المخطوط يبدو والترجمة من الفرنسية، فدي حاجة كويسة قوي. وده هيسهل لنا الأمر ان احنا يعني ايه مش هنستعرض فيه كتير، هنتكل بقى عليكم انكم ممكن تقروه. يعني هتشتروا الكتاب يعني يجوز هو غالي شوية او حاجة، لكن يعني ايه ده كتاب للقديس ساويرس. ناخد منه، نستكمل النهاردة بعد فقرات توضيحية، لكن مش هنستعرضه بالكامل. ربما في استكمال الكورسات ممكن حاجات زي كده
ممكن ندخل فيها بنوع من الاستفاضة لاحقا. بدينا المرة اللي فاتت ادينا شوية نقط، المرة دي برضو هنتعرض في البداية لشوية نقط كده، ثم نستأنف المسيرة نشوف ماشية ازاي. بس دي كانت محطة مهمة، لأن الأمور دي قضايا ما زالت قائمة. يعني كتير احنا قلنا الفكر الكريستولوجي بين الأرثوذكس والخلقدونيين، الخلقدونيين أنواع كتيرة، كنائس متعددة، فالأفكار دي ممكن ما زالت موجودة حتى يومنا هذا. وده موضوع، يعني القديس كيرلس بالنسبة للخلقدونيين ايه ده في حد ذاته ده هيبقى موضوع كبير قوي هندرسه ونستعرضه. ففي الكتاب عامل تفنيد المقارنة بين قرارات مجمع خلقدونيا وتعليم القديس كيرلس. فبيقول: الآن يجب علينا أن نبدأ في عرض قرار المجتمعين في خلقدونيا ناقدين إياه عن وجه حق، الذين قرروا وأعلنوا أن ربنا يسوع المسيح معروف في طبيعتين بالطريقة التالية. هم قسموا فصول، فمجمع خلقدونيا نص القرار بتاعه بيقول إن نفس المسيح الواحد يسوع الابن الوحيد يعترف به في طبيعتين بغير اختلاط ولا تغيير ولا انفصال ولا انقسام. بعد ذكر هذا الفصل ولكي يثبت فكره الخاص، يقدم المدافع الرديء عن التعليم عديم التقوى. ده مين اللي بيقول كده؟ نعم، القديس ساويرس. نصا للقديس كيرلس من رسالته الى ساكسينسوس. هو هنا كاتبين في الكتاب الاسم غير ما بننطقه، لكن حسب نطق الانجليز ساكسينسوس، بس انا بجيبه زي ما جاء عشان ايه لو جبته الكتاب، عشان استخدمت الكتاب لانه هو اللي هيبقى متاح بين ايديكم، ففضلت اقتبس منه. والذي أورده كالتالي، بيقول القديس كيرلس إيه: لذلك فعندما نفكر كما قلت في كيفية تأنسه، فإننا نرى أن الطبيعتين قد اجتمعتا الواحدة مع الأخرى في اتحاد لا ينفصل بدون اختلاط ولا تغيير، لأن الجسد هو جسد وليس هو اللاهوت، حتى عندما صار جسد الكلمة، وبالمثل فالكلمة أيضا هو الله وليس جسدا، حتى عندما جعل الجسد خاصا به بحسب التدبير. ثم بعدما قدم هذه وحذف ما ورد في المنتصف، قدم لنا الجزء التالي حاذفا بعض العناصر من هذه الأقوال. فبيقول ان القديس كيرلس بيقول: نقول ان هناك طبيعتين، ولكن المسيح واحد الابن والرب، كلمة الله الاب المتأنس والمتجسد. يعني هو القديس كيرلس قال كده بس ما قالش كده وبس، اما ما حذفوا بقى من المنتصف فهو بالتحديد ما يظهر فكر كيرلس كاملا، حيث يقرر أنه منذ اتحاد الطبيعتين فإن طبيعة الكلمة المتجسد واحدة، دي ما جابهاش، حتى أنه من طبيعتين وليس في طبيعتين كما قرر الخلق دنيون عن عمانوئيل.
فالقديس كورولوس يقول لذلك عندما نتمسك بهذه الأفكار فإننا لا نسيء إلى اجتماع الواحدة مع الأخرى في وحدة بقولنا أنه من طبيعتين. ومن ناحية أخرى فمن بعد الاتحاد لا نفصل الطبيعتين الواحدة عن الأخرى ولا نقسم إلى ابنين ذاك الذي هو واحد وغير منقسم، بل نقول ابن واحد، وكما قال الآباء القديسون طبيعة واحدة متجسدة لله الكلمة. لذلك فبقدر ما يمكننا من الإدراك الفكري وتأملنا بعيون النفس فقط في كيفية تأنس الابن الوحيد، نقول أن هناك طبيعتين قد اتحدتا، ولكن المسيح واحد، الابن والرب كلمة الله الآب الذي تجسد وصار إنسانا. خلي بالك وأنا هشرح لكم الحتة دي، كنت تعرضت ليها قبل كده برضو في الكورسات السابقة. القديس كورولوس لما جه بيشرح الاتحاد بيقول طالما في اتحاد يبقى يعني لازم يبقى الاتحاد تم بين اكتر من حاجة، تم بين من طبيعتين. فيقول في اتحاد الطبيعتين، هم يجيبوا كلمة الطبيعتين يبقى بيقول ايه، طب ما احنا تعرفين ان الاتحاد من طبيعتين. ويقول لما بنشوف في كيفية التأنس فبيقول يمكننا من الإدراك الفكري وتأملنا بعيون النفس فقط في كيفية تأنس الابن الوحيد، نقول أن هناك طبيعتين اتحدتا. ليه بنحتاج عيون النفس والفكر؟ لأن ما كانش في أصلا طبيعة نسوتية سابقة للاتحاد، ده وجدت في لحظة الاتحاد. فما أقول اتحد من طبيعتين، طب هو حاليا طبيعة واحدة، لكن من طبيعتين، فهنا بستخدم عين الذهن أتخيل إن الطبيعتين إيه؟ اتحدوا. اللي هم استخدموا الفكر دوت يقولوا احنا نقول طبعتين بس بنميز بالفكر فقط، انسيوريا موني، مش الواقع، لكن هما طبعتين، المسيح في طبعتين لكن ما من غير منفصلتين، لكن بنميزهم بالفكر ايه فقط. وينسبوا القديس كورولوس كده، لكن القديس كورولوس قال بالفكر وبعيون النفس لما نيجي نشرح كيفية التأنس، لكن بمجرد ذكر الاتحاد تبطل الإثنينية لا بالفكر ولا في الواقع. لما نقول كيف تم الاتحاد يبقى هنا ممكن التأمل، تم الاتحاد خلاص، ألا الذهن لا يميزهما أيضا. بعد كده أنا كنت قلتها قبل كده بس بقولها دلوقتي لأن في كلمة كيفية دهية مهمة، يلو تأملنا بعيون النفس فقط في كيفية تأنس الابن الوحيد، نقول أن هناك طبيعتين قد اتحدتا، ولكن المسيح واحد الابن والرب كلمة الله الآب الذي تجسد وصار إنسانا. وإن كان لائقا فدعنا نقبل كمثال في ما في زواتنا من تركيب، والذي بحسبه نحن البشر، لأننا نتكون من نفس وجسد ونحن نرى طبيعتين، الواحدة وهي طبيعة الجسد والأخرى طبيعة النفس، ولكن هناك إنسان واحد من الإثنتين بواسطة الاتحاد. ولكن ليس لأن الإنسان مركب من طبيعتين نعتقد أن ذاك الواحد هو إنسانان،
بل هو نفس الإنسان الواحد المركب من نفس وجسد كما قلت. لأننا إن كنا ننكر أن نفس المسيح الواحد هو من طبيعتين مختلفتين وأنه لا يقبل الانقسام بعد الاتحاد خلاص، فسيقول لنا محارب الإيمان المستقيم: إن كانت طبيعة واحدة فقط هي كل ما فيه، فكيف تأنس أي نوع من الجسد جعله خاصا به؟ هكذا تبرهن لنا بوضوح أن كيرلس كان يقول سمة طبيعة واحدة من اتحاد الطبيعتين، والتي هي طبيعة الكلمة، ولكن ليست غير متجسدة بل متجسدة. وأضاف أيضا أننا نرى بعين النفس فقط، نرى بعين النفس فقط الطريقة التي تأنس بها الابن الوحيد. يعني عين النفس بنستخدمها امتى؟ مرة لما يقول الكيفية عشان نشوف الكيفية، أو الطريقة اللي تأنس بيها، لكن بعد الاتحاد حتى الذهن ما بيميزهمش يعني. إذ نرى طبيعتين اتحدتا، ثم بعد أن نقبل الاتحاد بعقلنا لنعود نقول أيضا اثنتين، بل طبيعة واحدة متجسدة، لأن الإيمان بمن طبيعتين يؤدي إلى فكرة واحد مركب. ونتيجة لذلك فنحن نلوم المجتمعين في خلق دنيا لأنهم استبعدوا من طبيعتين ولم يؤمنوا بأن المسيح طبيعة واحدة متجسدة لله الكلمة. وبالمثل فإن المدافعين عنهم المثيرين للإعجاب يقدمون اقتباسات من أقوال القديس كيرلس حازفين منها كل مرة عبارة من طبيعتين، وأيضا عبارة طبيعة واحدة متجسدة للكلمة، مثل ما اتضح فيما سبق اقتباسه. وهم يبترون أيضا على نفس المنوال تعبير أن الكلمة اتحد أقنوميا بجسد ذي نفس عاقلة تماما، كما لم يعترف به في مجمع خلق دنيا. فلا يغوى أحد من البسطاء بأن المجتمعين في خلق دنيا آمنوا بمسيح واحد وحيد، ولا يعتقد أحد لهذا السبب أنهم لا يقسمون، لأن هذه عادة الملوثين بأفكار نسطور أن يعلنوا بخبس الاعتقاد بنفس الابن الواحد بسبب التساوي في مسمى البنوة أو الشركة، لكنهم يؤمنون بطبيعتين بعد الاتحاد. طبعا هم كانوا في الوقت ده في مرحلة بيستبعدوا تماما عبارة طبيعة واحدة. قدام شوية لما القديس ساويرس واجه كده هيستخدموها، بس ايه؟ هيأولوها لحاجة تانية. يعني الأنظر ما يقوله اندراوس فيما كتبه في نقده للحرمان العاشر للقديس كيرلس. هو بيتكلم على البنوة، بيخضعه بالبنوة الواحد، بيقول ايه اندراوس السمساطي؟ يقول لأن البنوة بعد الاتحاد هي في ثنائية الطبائع، بما أنهما لم ينفصل الواحدة عن الأخرى، لأنه لم يحدث انفصال بعد الاتحاد، وسيظل الاتحاد قائما إلى الأبد. إذ في الحقيقة حتى في آلام الجسد فإن اللاهوت لم يكن في عزلة وإن ظل بلا ألم، أما ما يليق بالله فقد كان يتم بواسطة الجسد. نعترف أيضا بنفس الابن الواحد مبقين الطبائع بغير اختلاط، ولا نقول عنه واحد وآخر حاشا، بل هو نفس واحد. فيقول القديس ساويرس: ففي هذا العرض الكاذب الذي قدمه حتى الآن، قال في البداية أن البنوة واحدة
وهي كائنة في ثنائية الطبائع مظهرا فكره، حيث يعتبر الاشتراك في البنوة اتحادا للطبائع. ثم كمن ليس في خطر بعدما حسم مسألة الطبيعتين أضاف ما يلي، معترفا بابن ومسيح واحد وحيد كمثل إنسان يخشى بسبب استخدام تعبيرات غامضة أن يعتبر أحد أنه قد آمن بابن واحد، لكنه يكشف الكذب في بقية نصه. إذ قال بعد الفقرة السابقة مباشرة: إذن ليس هناك أحد لا يؤمن بهذا، أن ربنا يسوع المسيح صار رئيس كهنتنا ورسولنا كما في الكتب، بدون أن ينفصل الإنسان الذي من المرأة عن الكلمة الذي من الآب، بحيث أن الذي هو من نسل داود اتحد بغير تشويش وبطريقة غير مفسرة وبلا انفصال بالكلمة الذي من الآب. إذن مين اللي بيتكلم دلوقتي ده كله؟ أندراوس. إذن واحد هو الآتي من نسل داود، وآخر هو الكلمة الآتي من الله الآب، وليس هو نفسه. ثم كيف حول لنا الطبائع فجأة إلى أشخاص؟ الكلمة الآتي من الآب والآتي من نسل داود. الإجابة جاهزة، يقول لك متحدين، يستخدموا كلمة إيه؟ غير منفصلين، يستخدموا الاتحاد لكن يفرغوا من معناه. إيه معنى الاتحاد؟ لو هو طبعتين مثلا قبل الاتحاد وبعد الاتحاد طبعتين، يبقى فين الاتحاد؟ لك الإجابة جاهزة، يقول لك متحدين وغير منفصلين، لأن البنوة واحدة في ثنائية الطبائع. هكذا يظل الاتحاد قائما بسبب التسمية الواحدة للبنوة، وليس لأن الله الكلمة اتحد أقنوميا بجسد ذي نفس عاقلة. أما إن اعترفت أن المولود من الآب من جهة اللاهوت هو نفس الواحد الآتي من نسل داود من جهة الناسوت، لكنت قد فهمت أن الكلمة المتجسد من أجلنا هو أيضا المسيح، ولم تكن لتقول أنه اتحد بنفسه، لأن هذا جنون، مثلما لا يعتقد أحد أبدا أن الإنسان متحد بذاته، بل أن تلك الطبائع التي تركب منها الإنسان هي التي اتحدت، وأن اتحادها يؤول إلى إنسان واحد. ولكن بما أنه صار واحد، ليس صحيحا أن نقول أنه اتحد مع نفسه. من الواضح إذن خداع وبطلان اعتقاد أولئك المجتمعين في خلق دنيا، حيث يتجملون بأن المسيح والابن واحد بذاته، بينما يعلنون طبيعتين بعد الاتحاد ويعرفون المسيح الواحد في طبيعتين. هنقول مثل آخر، هناخد يعني بعض الأمثلة. بيقول يذكر أيضا الفصل الثاني من القرار، من قرارات خلق دنيا، ونصه كالتالي: مجمع خلق دنيا بنقول دون أن يبطل الاختلاف بين الطبيعتين من أي ناحية بسبب الاتحاد، وبيستحضروا قول القديس كيرلس من رسالته الثانية للنصور، يقول إيه القديس كيرلس: ليس كما لو أن الاختلاف بين الطبيعتين قد أبطل بسبب الاتحاد. قال يبقى كده خلق دنيا زي إيه؟
ماشي زي القديس كورولوس، يقول وظن أنه بهذا الاقتباس يؤكد ذاك الفصل، وكأنه يقول لو كانت الطبائع مختلفة فيجب علينا أن نقول أن المسيح الواحد طبيعتان وليس طبيعة واحدة متجسدة. أما نحن فنوبخه هنا أيضا لأنه جزأ النص، إذ حذف واحد من كلتيهما ليقدم لنا الاقتباس بهذه الصورة، ومن جهة أخرى تغاضى عنا أن الكلمة قد وحد مع نفسي أقنوميا جسد ذا نفس عاقلة، بينما القراءة هي كما يلي. قديس كورولوس قال إيه بقى النص لما بيتحط كامل؟ قديس كورولوس بيقول لأننا لا نقول إن طبيعة الكلمة، طبيعة الله الكلمة تغيرت حينما صار جسدا، ولا إنها تحولت إلى إنسان كامل من نفس وجسد، بل بالأحرى نقول أن الكلمة قد وحد مع نفسه أقنوميا جسدا ذا نفس عاقلة، وصار إنسانا بطريقة لا يمكن التعبير عنها أو إدراكها، وهو قد دعي ابن الإنسان ليس بحسب الرغبة فقط ولا بحسب الإرادة الصالحة، وليس أيضا بمجرد اتخاذه شخصا ما، بل لأن المسيح والإب هو واحد من كلتيهما. على الرغم من أن الطبيعتين اللتين اجتمعتا معا في وحدة حقيقية هما مختلفتان، ليس كما لو أن الاختلاف بين الطبيعتين قد أبطل بسبب الاتحاد، بل بالحري أظهر لنا ربا ومسيحا وابنا واحدا من اللاهوت والناسوت بوحدة اجتماعهما التي تفوق الفهم والوصف. اللي احنا بنعبر عنها بنقول طبيعة واحدة من طبيعتين، او تشمل خصائص الطبيعتين، يعني صفات اللاهوت ما تغيرتش وصفات الناسوت ما تغيرتش، لكن بقت طبيعة مركبة من طبيعتين. يقول انظر كيف قال إن ربنا يسوع المسيح هو واحد من كلتيهما من لاهوت وناسوت، وإن الاتحاد لم يبطل اختلاف الطبيعتين اللتين منهما المسيح الواحد، لأن الجسد ظل جسدا والله الكلمة ظل الله، لكن وإن لم يبطل الاتحاد اختلاف الطبيعتين إلا أنه أبطل الانفصال بينهما، لأننا لا نتخذ من اختلاف الطبيعتين اللتين منهما المسيح الواحد ذريعة للقول بطبيعتين بعد الاتحاد، لأن الاتحاد أبطل الثنائية، ولا يمكن للكاتب أن يدعي أن هذا قد فاته. إذ ذكر بعد ذلك جزء من هذا الاقتباس ذاته ضمن الفصول المرقمة على التوالي في الفصل الأول المذكور فيه الاتحاد الأقنومي، وأيضا في جزء آخر من الفصل الثاني والذي يقال فيه حقا المسيح واحد من الاثنين، لكنه في الاقتباس السابق حذف العناصر محل الاهتمام واقتطعه من الوسط ليصبح الاقتباس دون أن يبطل الاختلاف بين الطبيعتين من أي ناحية بسبب الاتحاد، وذلك لكي لا نلوم المجتمعين في خلق دنيا على إغفالهم الاتحاد الأقنومي بحسب الصيغة ربنا يسوع المسيح واحد من اثنين، لأن هذه المصطلحات تناقض تعريف المسيح في طبيعتين، وكما فعل في الفصل المذكور آنفا والذي أرجعناه إلى صياغته اقتطع أيضا جزءا من الرسالة الأولى إلى ساكسنسوس وأسقط منها العناصر التي تشتمل عليها والتي قال فيها القديس كورولوس من طبيعتين،
وطبيعة واحدة متجسدة لله الكلمة، وهو لم يقم بذلك عن جهل، إنما ليتفادى أن يبدو مذنبا في ارتباكه، لئلا عندما يجعل أقوال كيرلس في مقابلة مع النقاط التي حددتها خلق دنيا يظهر عدم اتفاقهما. وكما سنرى في الفصل 36 وما يليه في الكتاب، قطع الشهادات وقصها كما بمقص، كلما يذكر من اثنين وطبيعة واحدة متجسدة يروح قصص الحاجات دهي، ثم حذف من جديد عبارة طبيعة واحدة متجسدة في الفصل 40، غير أنه يقتبس في الفصل 51 جزءا من الرسالة الثانية إلى ساكسنسوس، والذي يتضمن نحن أيضا نقول طبيعة واحدة للكلمة، ونضيف بالضرورة كلمة متجسدة، لكنه على الرغم من ذلك يحذف من الرسالة العديد من المقاطع التي تفضح ابتداع هرطقة المنحرف، وهذا بمعونة الله ما سوف نظهره عندما نقوم بالفحص الكامل في الموضع المناسب من هذا الشرح. القديس ساويرس مسك فصص الأقوال كلها، هكتفي في الفصل دوت بالمثالين دول، وهنقل على حاجة تاني. على فكرة في بعض رسائل حتى يومنا هذا يعني للقديس كيرلس يقولوا ان احنا بنفهمها غلط، يقولوا ان احنا بنفهمها ايه غلط، ولا سيما خمس رسائل من ضمنها الرسائل لساكسنسوس. الشاطر اللي يقول لي الرسائل دي ظروف كتابتها كانت امتى وليه قالوا ان احنا بنفهمها غلط. أنا قلتها قبل كده، شرحتها في كورسات سابقة، بس بحاول أربط دلوقتي. يعني اللي هيقول الرسائل دي اللي هي القديس كيرلس كتبها بعد الإدعاء بمصالحة 433، فبدأ يكتب بأكثر يعني تحديدا وصراحة يؤكد على الطبيعة الواحدة بصورة يعني لا تحتمل اللبس. فلما بدأوا يتلاعبوا بالمصطلحات بعد كده، زي ما نتعرض في موضوع برضو للمصطلحات، انا بديكوا اسماء مواضيع انا اخدها يعني قريب، فيقولوا ان احنا بنفهمها غلط عشان احنا يعني مش فاهمين المصطلحات كويس. في الباب الرابع في الكتاب الدفاع ضد المقتطفات الكيرلسية، هدي مثل او اتنين بالكتير برضو عشان يعني احنا بندي امثلة يعني ازاي تعاملوا مع القديس كيرلس، لكن الكتاب بقى متاح وممكن هتقروه زي ما اتفقنا. الفصل الأول للمعارض بيقول لكيرلس من رسالته الثانية لنسطور، والتي بدايتها على ما أسمع هناك من يصرصرون ضد إجابتي، جاي من الصرصرة،
لأننا لا نقول إن طبيعة الكلمة تغيرت حينما صار جسدا، ولا إنه تحول إلى إنسان كامل من نفس وجسد، بل بالأحرى نقول هذا، أن الكلمة صار إنسانا بالتحادي أقنوميا بجسد محي بنفس عاقلة بطريقة لا يمكن التعبير عنها أو إدراكها. ده النص اللي هو جايبه. في الدفاع بقى بيقول إيه؟ يبدو لي أنه من غير الضروري إطالة النقاش بدون فايدة حول هذه النقطة. ده القديس ساويرس يعني. لأن نحن أيضا لا نقول أن الله الكلمة تغير إلى الجسد أو إلى إنسان من نفس وجسد، لكننا نؤمن أنه اتحد أكنوميا بجسد ذو نفس عاقلة مع بقائه كما كان. عليك أن تبرهن الآن أن هذا ما يؤمن به مجمع خلق دنيا في قراره، إذ أن هذا ما سبق أن انتقدناه في الفصول السابقة. فلو كان المجمع يريد حقا الاعتراف بالاتحاد الأقنومي، كان يجب عليه أيضا أن يقول أن طبيعة الله الكلمة المتجسدة هي واحدة، ولم يكن ليحل الاتحاد من تلقاء ذاته معترفا بطبيعتين للمسيح الواحد. يعني يركز ان القديس كيرلس قال ان طبيعة الكلمة ما اتغيرتش. طب وحد قال ان حصل تغيير؟ ما احنا بنقول بغير اختلاط ولا امتزاج. لكن نقطة الخلاف هي ايه؟ الاتحاد الأقنومي نتيجة الاتحاد ايه؟ بقى واحد ولا مش واحد؟ يقولك مش القديس كيرلس قال كده؟ اه قال كده، لكن ما قالش كده وبس. نتيجة كده كانت ايه؟ الفصل الثاني يقول القديس كيرلس من نفس الرسالة، يقول على الرغم من ان الطبيعتين اللتين اجتمعتا معا في وحدة حقيقية هما مختلفتان، إلا أن مسيحا وابنا واحدا من كلتيهما دون أن يلغي اختلاف الطبيعتين بسبب الاتحاد. هنا إن القديس كيرلس بيقول إن في طبيعتين اتحدوا، يبقى بيقول طبيعتين أهو، والاختلاف الطبيعتين ما اتلغى يعني ما اتغيروش، اهو بيقول الطبيعتين بقيوا ايه؟ الدفاع بقى القديس ساويرس بيقول ايه؟ بيقول لا ادري ان كنت باقتباسك هذه الكلمات تتصارع معنا ام مع نفسك، ففي الحقيقة أنت تدعونا لمناقشة هذه الأقوال كاملة، كما لو أنك نويت أن تشير إلى ما اغتصبه هذا المجمع العجيب، بينما بترت بخبث تلك الفصول التي سبق أن فحصناها عند المقارنة بين كلمات قرار المجمع وكلمات كيرلس، إلا أنك تراجعت هنا بقولك مسيحا وابنا واحدا من كلتيهما، لكنك فعلت هذا لكي لا تتعرض للسخرية بأنك تعمدت إخفاء الحقيقة عند فحص هذه الأقوال التي قورنت والتي تناقضها ينكشف أمام الأعين. فالذي هو من اثنين فعلا ليس منقسما حتى يصير اثنين من جديد، ولكنه يشير إلى شيء واحد جاء من اجتماع شيئين مختلفين. معروف إن هو واحد لكن جاء من اثنين ايه؟ مختلفين، إلى اتحاد غير منفصل.
وفي هذه النقطة أيضا فلتقبلني كشاهد على أقوال كيرلس نفسه للقديس كيرلس من رسالته الأولى إلى ساكسنسوس. بيقول إيه القديس كيرلس في الرسالة لساكسنسوس؟ الرسالة دي اتكتبت إمتى؟ بعد مصالحة والإدعاءات اللي اتقالت عليها يعني. يقول لذلك عندما نتمسك بهذه الأفكار فإننا لا نسيء إلى اجتماع الواحدة مع الأخرى في وحدة بقولنا أنه من طبيعتين، ومن ناحية أخرى فمن بعد الاتحاد لنفصل الطبيعتين الواحدة عن الأخرى ولنقسم إلى ابنين ذاك الذي هو واحد وغير منقسم، بل نقول ابن واحد وكما قال الآباء القديسون طبيعة واحدة متجسدة لله الكلمة. دي ما يستشهدش بيها، يستشهد ان حدث اتحاد بين طبيعتين وما اتغيروش. طب ماشي، ما حصل اتحاد فعلا، لكن بعد الاتحاد ايه نتيجة الاتحاد؟ طبيعتين زي ما هم. طيب يبقى فين الاتحاد؟ تاخدوا مثل آخر ولا نكتفي بهذا من الأمثلة؟ نكتفي بالمثالين دول في كل فصل وننتقل نرجع بقى في السياق التاريخي اللي كنا شغالين فيه، وفي شوية حواديت يعني اللي هو بيبقى فيه الحكايات شوية بس مش قوي برضو، في نصوص كتير. كان طبعا لما التقى القديس ساويرس بمقدونيوس في القسطنطينية بقى فيه مواجهة. قام مقدونيوس بانتقاد قول للمؤمنين أيها المصلوب ارحمنا، مش عاجبه نقول أيها المصلوب الايه ارحمنا، بدلا من أن يقولوا يا صانع العجائب والقوات ارحمنا، وأنه بالحقيقة لضعف أن يقولوا أن الله الكلمة مات. فقال ساويرس هكذا قال نسطور، وإن فعل القوات جميعها هو لأجل قلة إيمان اليهود، أما تألمه وصلبه وموته فهو لأجل خلاص العالم. ده السيد المسيح قالها كده، يقول الآية أو الكتاب قال الآية لغير الإيه؟ المؤمن. لكن تتخيلوا السيد المسيح لو ما كانش عمل معجزات وتمم الخلاص أهم ولا العكس؟ ولا يعمل معجزات وما تممش الخلاص؟ أنهي اللي له قيمة أكتر؟ الخلاص. فبيقول له القوات، فعل القوات كان لأجل قلة إيمان اليهود، وأما تألمه وصلبه وموته فهو لأجل خلاص العالم. قال مقدونيوس إن القوانين التي أسسها الأساقفة الذين كانوا في خلق دنيا هي التي أقبلها. فرد ساويرس إن كنت تقبل قوانين أولئك وتحفظها فلست غريبا عن نسطور في شيء. فأجاب مقدونيوس بوقاحة وما هو خطأ نسطور حتى نفي مفروزا وحرم؟ رد عليه القديس ساويرس قال له بالحقيقة إن دقلديانوس لم يتعب البيعة مثل نسطور ومجمع خلق دنيا. برضو من ضمن الحاجات
بس انا ما كتبتهاش او ما قلتها لكوش يعني. احدهم قال قدوس الله قدوس القوة قدوس الحي الذي ينون، دي تسبيحه الملائكه. نترك تسبيحه الملائكه يعني او ما نكتفيش بيها، ده الملائكه ما قالوش يا من صلبت. طب نتشبه بالملائكه. فرد القديس ساويرس قالوا الملائكة ما بيقولهاش لأنه ما تصلبش من أجلهم، لكن إحنا من حقنا إن نتغنى هكذا أحب الله العالم. فبنقول قدوس الله نفس اللي بيقوله الملائكة، بس بنقول له يا من صلبت. فهنا خاصة بأقنوم الإب مش الثالوث، ما خاصة بأقنوم الإيه الإبن يعني. المهم بعد أن تم حرم مقدونيوس وعزله في عام 511 تم إدخال تسبيحة الثلاثة التقديسات بصورتها المعدلة إلى القسطنطينية في يوم 7 نوفمبر 512 بواسطة البطريرك تيموساوس الذي خلف مقدونيوس. فالتسبيحة دي قديمة قوي في الكنيسة وموجودة. القديس ساويرس بدأ يشعر كان في سعي قوي وبنية خالصة وبشغف وبحب من أجل أن الكنيسة ترجع واحدة، من أجل أن يتحد الجميع مرة أخرى. وكان بيسابر ويطيل أناته ويشرح ويوضح بقوة، لكن فوجئ إن مفيش استقامة زي ما كنا بنتعرض من شوية، في تلاعب بالألفاظ بمكر وخداع. يمكن مقدونيوس هنا كان واضح، قال لا أنا بؤمن بكده وهو كده يعني وخلاص. لكن الأصعب اللي هم يتلاعبوا بالأقوال والمصطلحات. عشان كده صرح بأنه لا يمكن الاتحاد مع الخلقدونيين طالما يتلاعبون بالمصطلحات والألفاظ. ففي إحدى كتاباته غريبا للرهبان الآباء وردت في ميخائيل الكبير بيقول لهم قبل كل شيء نشكر المسيح الله على كل شيء ونشكر ملكنا الرحيم ومحب المسيح الذي نفح فيكم غيرة ومخافة الله ودعاكم إلى هذا الاجتماع المقدس باسم المسيح الواحد الذي وحده هو ابن الله، وفيه تجمعون الكل على إيمان واحد الذي سلمته الكتب المقدسة وحفظه الآباء القديسون بوحدة رأيهم واتفاقهم على العمل الصالح وتلقينهم الجميع التعليم الإلهي بالروح القدس الواحد الذي نطق بهم. فإن الرب قد اعتبركم كما تستحقون واختاركم في هذا الوقت من أجل وحدة الكنائس المقدسة، لا لتحديث الإيمان الذي حدده تحريريا أباء نقيا القديسون 318، لأنه مطابق تماما للكتب المقدسة، لكن لتميزوا دائما أولئك الذين تواقحوا وحاولوا تحريفه
والذين ينطقوا بفم الرب كقول النبي، بل من بطونهم وانشقوا عن بعضهم البعض. ونتيجة لخدعهم الشريرة شقوا هؤلاء الذين ببساطة القلب يحفظون تقليد الآباء القديسين وهم متفقون في الإيمان المستقيم، فالمسيح عندهم يقسم: أيها القديس اللي بيخاطبه يعني، فما دام المسيح يظلم بهذه الصورة فإن الكنيسة لا تستطيع أن تتحد بسبب تلاعبهم بالألفاظ. دخلوا يعني في وده المرحلة اللي جاية اللي ندخل فيها، قنخضوا بقى وبدأوا يدخلوا بتعريفات فلسفية تطورت بعد كده ونتج عنها حاجات كتيرة. طبعا احنا واحنا بنستعرض الموضوع قد يبدو للبعض ان احنا بنشرح بالتفصيل كل حاجة، لكن احنا بنختزل كثيرا. يعني القديس ساويرس كان بطل هذه المرحلة، لكن في شخصيات أخرى كانوا أنوار معاه. في القديس فيليكسينوس أسقف منبك وله كتابات، عشان نستعرض الحاجات ديت ممكن يبقى في كورسات لاحقة أكثر تخصصا. وفي القديس يعقوب السروجي غير أبائنا طبعا، وأباء كثيرون. فالقديس فيليكسينوس كان أسقف وكان لسه قديس ساويرس راهب، وكان يقود المقاومة ضد مجمع خلقدونيا في مناطق سوريا. في الشمال الشرقي من سوريا، وكان ماري فيليكسينوس لاهوتي سورياني يتمتع بشيء من المقدرة والقيادة، وقد تمت رسامته بواسطة بطرس القصار أو الدباغ في عام 485، وكان ذو موقف متشدد ضد النسطورية وضد الخلقدونية، ولذلك كان معارضا لفليفيان أسقف أنطاكيا لنفس السبب عينه. وكان لماري فيليكسينوس بعض الاتصالات مع الإمبراطور زينون، ومن المرجح أنه زار القسطنطينية في عام 484. وفي فترة حكم الإمبراطور أناستاسيوس تواجد ماري فيليكسينوس أيضا في العاصمة عام 507، وصارت له معرفة شخصية بالإمبراطور، وفي الوقت الذي كان فيه البطريرك ساويرس في القسطنطينية 508 ل 511. هنا الكاتب المرجع ده بيقول البطريرك، لكن ما كانش لسه بطرك لغاية دلوقتي، كان القديس ساويرس راهب أو رئيس دير. كانوا في القسطنطينية مع في الوقت ده القديس ساويرس يعمل من أجل إزاحة مقدونيوس عن كرسيه، وكان فيليكسينوس في سوريا يمارس نشاطه ضد مجمع خلقدونيا. لما تعزل مقدونيوس أسقف القسطنطينية
سنة كام؟ 511. عاد القديس ساويرس إلى فلسطين لأنه كان رئيس دير هناك، وفي عام 512 تم عقد مجمع في صيدا اللي هي في لبنان بأمر من الإمبراطور أناستاسيوس الذي كان قد تبنى بالفعل بناء على مشورة ساويرس موقفا مؤداه أن إيمان الكنيسة يجب أن يكون على أساس مرسوم الاتحاد اللي هو بتاع مين؟ مرسوم الاتحاد بيقصد بيه الهينوتيكون بتاع زينون، بس مش وبس بقى، بيكملوا عليه وعلى أساس رفض صيغة في طبيعتين ورفض توماس لون وكل كتابات لاهوتي أنطاكية اللي هو المدرسة اللي تخرج منها نسطور، ديودور الطرسوسي من أمثال ديودور الطرسوسي. ومن هنا استطاع ماري فليكسينوس أن يعتمد على التأييد الإمبراطوري في خطته للتشكيك في مجمع خلقدونيا، ولذا رتب ماري فليكسينوس في مجمع صيدا الذي ترأسه في لافيان. في لافيان ده كان بطرق أنطاكيا وكان اتجاهه نسطوري الذي ترأسه في لافيان بحكم كونه بطريرك أنطاكيا مع جموع الرهبان في مناطق سوريا واحد. أن يقدم، كان هنا مقسم المؤلف سوريا واحد واثنين حسب تمركز الأرثوذكس وأصحاب الخلقدونيين، أن يقدم الراهب كوزماس الذي من دير قنصرين التماسا يطالب فيه بإسقاط أو إلغاء مجمع خلقدونيا اعتمادا على مجموعة من الحجج المؤيدة باقتباسات من كتابات الآباء. وكان يساند في لافيان في هذا المجمع إلياس بطريرك أورشليم وعديد من الأساقفة من مناطق سوريا اثنين اللي هي المناطق بتاعت الايه الخلقدونيين، يعني سوريا كانت متقسمة ومن فلسطين. ولذلك كان رد المجمع على الالتماس هو الإقرار بضرورة إدانة كتابات اللاهوتيين الأنطاكيين أمثال ديودور وكتابات الذين اعترضوا على حروم البابا كيرلس الاثني عشر، لأن كان رفض خلقدونيا وتجاهل خلقدونيا لحروم البابا كيرلس الاثناشر فضيحة المجمع خلقدونيا أو برهان قوي على انحراف إيمان مجمع خلقدوني. فهم قالوا لا، هنحرم ده كله ولكن بدون التخلي عن مجمع خلقدوني. ومن هنا كان مجمع صيدا يعتبر بالفعل نكسة لفليكسينوس، ما حققش اللي كان عايز ايه يعمله، لكنه مع ذلك استطاع أن يجعل الرهبان مستعدين للمضي قدما في خطته. ولذلك ذهب راح يقابل الإمبراطور وأعطاه تقرير عن مجمع صيدا مبينا فيه أن فليفيان بطريرك أنطاكيا هو بالفعل هرطوكي ظهر على حقيقته. كان يحاول يداري لكن في المجمع ده اتكشف خالص. وبناء على أوامر من الإمبراطور تم عقد مجمع في اللاذقية لوديكيا في منطقة إيشورية التي كانت تنتمي بشدة للجانب غير الخلقدوني، وتقرر فيه عزل فليفيان، وعاد ماري فليكسينوس مع الرهبان إلى أنطاكيا وهو أكثر قوة، وتولى طرد فليفيان من كرسي وسط مظاهر من العنف، وتم نفي فليفيان إلى البتراء في الصحراء العربية.
دلوقتي أصبح كرسي أنطاكيا فارغ، مين يترسم عليه؟ كان في إجماع بقى، مفيش حد يسد في الصراعات اللي هناك دي غير مين؟ وأكتر المؤيدين ليه والمرشحين ليه كان القديس فيليكسينوس. على فكرة قلت لكم قبل كده الاتنين رفاتهم عندنا في الدير، وغير ان بقى اتعرف على الامبراطور والامبراطور عرفه وعرف شخصيته وتقابل مع عنقرب وأدرك يعني مدى ثقة لهذه الشخصية. فبعد عزل فليفيان بطريرك أنطاكيا الذي كان موافقا مع مقدونيوس أسقف القسطنطينية في الهرطقة، أجمع الكل وأقر الجميع أساقفة ورهبان وعلمانيين بصوت واحد أن ساويرس هو الذي يجلس على الكرسي، وأن الروح القدس يطلب ساويرس كما طلب قديما بولس وبرنابا للتبشير. طبعا أنا قلت لكم بختزل كتير، إحنا مرة تعرضنا لسيرة القديس ساويرس في مؤتمر للخدام وقلنا قد ايه في نبوات كانت اعلنت خاصة بالقديس ساويرس، فكان منور قوي يعني. وهذه كانت ظاهرة متميزة، هي اجماع الكل على رسامته، لانه هو الوحيد الذي يطهر الشرق من برص الهرطقات التي تملكت منذ زمن طويل، ووافق الامبراطور على هذا الاختيار، فأوفدوا له أناسا معروفين بتقواهم، فصلوا وطلبوا من الله قائلين: إن كنت تشاء أن يقام هذا راعيا علينا، أن يكون هو أول من يلاقينا على الباب. وبالفعل يعني إيه؟ تمت رسامته، تمت رسامته في سنة 512 في يوم 6 نوفمبر، وقام برسامته 12 أسقفا سريانيا. وهنا أصبح من الممكن للرجلين اللذين يجلسان على كرسي القسطنطينية وكرسي الإسكندرية. كان مين في القسطنطينية في الوقت ده؟ البطريرك تيموساوس. وكرسي كان أصبح من الممكن للرجلين اللذين يجلسان على كرسي القسطنطينية وكرسي الإسكندرية أن يتفق في الإيمان مع البطريرك ساويرس الأنطاكي. بس حصل بقى برضو ظاهرة روحية، بقول لكم القديس ساويرس صاحب حياته كان مصاحب دايما بظواهر روحية متميزة، كان مدعو. بيقول: حدث عجيب، حدث عجب عظيم عند رسامته، إذ كانت رائحة الطيب تفوح في كل مكان، فأيقنوا أن الملائكة شاركت أيضا بابتهاج حفل تكريسه، شموا ريحة الطيب. وأحيانا كتيرة بيحصل في حضور القديسين في يشتم رائحة إليه الطيب، بيبقى حضورهم مصحوب برائحة زكية.
وبعد رسامته تم بتعليم الشعب والرعاية، ومن جهة أخرى كتب إلى الرهبان بعد أن علم أنهم كانوا مضطهدين. شوفوا قال لهم إيه بقى في رسالته للرهبان، قال لهم أنتم أعمدة وسند مدينة الرب، فإذا كنتم أنتم الأعمدة قد اهتززتم ورفعتم من مكانكم، فماذا يكون بعد ذلك علينا أن نتوقع إلا أن يكون هناك عقاب الله والأهوال العظيمة التي لا يمكن أن نتفاداها. تبادل رسائل الشركة مع بابوات الإسكندرية المتعاقبين، فاهتم بتبادل الرسائل بينه وبين البابا يوحنا الثاني بطريرك الإسكندرية اللي هو كان من حوالي 507 ل 517، بشأن الوحدة في الإيمان، وبشروا فيها بالاتفاق بينهما في الإيمان الواحد الأرثوذكسي ومقاومة مجمع خلق دنيا، فقبلها بفرح البابا يوحنا هو أساقفته، وقرأها في أنحاء الكرازة المرقسية، وتبادل الرسائل معه بشأن الأمانة المستقيمة، ففرح بها القديس ساويرس فرحا عظيما. ولما جلس البابا ديوسقوروس الثاني على الكرسي المرقسي، كتب رسالة للقديس ساويرس يذكر له فيها نياحة البابا يوحنا، فكتب له القديس ساويرس يعزيه ويعلمه أنه مشترك معه في الأمانة المستقيمة. بعد ما ترسم على طول سنة 512 دعا لعقد مجمع في أنطاكيا سنة 513، وعلى ما يبدو فإن ساويرس حصل في هذا المجمع على نجاح لا يستهان به، إذ أن المجمع قبل اقتراحات البطريرك ساويرس ورفض رسالة لاون كما رفض قرارات مجمع خلق دنيا. كان ساويرس سعيدا وفخورا بهذا النجاح الذي حصل عليه في مجمع أنطاكيا، ولذلك فقد بدأ ينادي عاليا بأن الأغلبية الساحقة من الأساقفة تؤيد وتقبل تعليمه الأرثوذكسي، على أن معارضيه وكانوا حزن ذو نفوذ من الخلقدونيين الذين قبلوا عقيدة الطبعتين لم يقبلوا هذا الإدعاء اللي بيقول كده واحد كاتب بروتستانتي. ولحل هذه المشكلة وبعض المشاكل الأخرى عقد مجمع آخر في سنة 514 في صور، وكان على رأس هذا المجمع رئيس الأساقفة ساويرس بجانبه صديقه القديم الحميم الذي لا يعرف التعب أو الملل في نشر الأرثوذكسية. وحنا الخضري بيقول ولي نعمته، لأنه هو اللي رشحه يعني، فيليكسينوس أسقف منبج. كما جاء لحضور هذا المجمع عدد كبير من الأساقفة، وبعد أن بدأ المجمع أعماله أيد القرارات التي اتخذت في أنطاكيا السنة السابقة، أي رفض قرارات مجمع خلق دنيا وعقيدة وجود الطبيعتين في المسيح. كما أن هذا المجمع قدم تفسيرا لرسالة الوحدة الهينوتيك يخالف تماما تعليم خلق دنيا. يعني أقر الهينوتيك كوثيقة كويسة للاتحاد، بس اشترطوا زي أبائنا بالضبط إن معاها يتحرم صراحة خلق دنيا، دي الصورة المثلى للاتحاد وللوحدة مع الآخرين. بالنسبة للتائبين اتخذ موقف القديس ساويرس، كان له فكر
أبائنا تماما. مرجعيته الأولى القديس كيرلس وأثناسيوس والآباء الكبدوك اللي هم أصلا قلنا فرع من فروع مدرسة الإسكندرية. فلما جه يقيم أو هيتعرض للتائبين الراجعين يتعامل معهم إزاي، فنشوف قال إيه بقى. هجيب لكم بعض رسائل كنت مترجمها من فترة لي نفسه بقى، يعني اللي هتكلم فيه دلوقتي هو اللي بيقوله مباشرة، رسائل خاصة بيه. شروط القديس ساويرس لقبول التائبين عن خلق دنيا. أهم حاجة نصحصح وناخد لبالنا، ولكن هذا يجب أن تحفظه بثبات ورسوخ في عقلك، إنه لا أحد سوف يكون في عضوية كنسية أو شركة معنا، ولا سوف نوافق أن نحيي برسالة أي شخص يقبل في نفس الوقت مجمع خلق دنيا الشرير مضادا للقانون، ولا يحرم توموس لاون. يعني دي حاجة لازم تبقى ثابتة، مش ممكن يبقى فيه في شركة مع حد يقبل مجمع خلق دنيا وما يحرمش توموس لاون. ولكن إن كان هناك أي تنازل ضروري فيكون موقفي بحسب أوامر القديس تيموثاوس. مين القديس تيموثاوس؟ نعم، 26 اللي هو تعرض لموضوع التائبين، وقبليه كان البابا ديسكورس. الحقيقة هو خدها من البابا ديسكورس برضو، بس كانت واضحة أكتر في وقت البابا تيموثاوس، على أساس لما رجع واجه المشكلة ده هيك، فكان بيفرض عقوبة تأديبية ضد الذين أخطأوا في العقيدة كنوع من التأديب وإعلان التوبة. فبيقول بحسب أوامر القديس تيموثاوس، معتبرا الفائدة العامة لاتحاد الكنائس المقدسة وطالبا حرما أو حرما شاملا لكل الأشياء التي حدثت في خلق دنيا ضد الإيمان الأرثوذكسي وتوموس لون الشرير. دي شروطه للإيه؟ للتائبين. وضد هؤلاء الذين يتكلمون عن طبيعتين من بعد الاتحاد بفعليهما وخصائصهما. ولكن لو كانت هذه الأمور مفسدة فلا جدال ولا إغراء سوف يقنعني أن أوافق الأشرار، حيث أقول مثل بولس، لأنه خير لي أن أموت من أن يعطل أحد فخري، لأنه إن كنت أبشر فليس لي فخر، بل إذ الضرورة موضوع علي فويل لي إن كنت لا أبشر. دي إحدى في إحدى رسائل القديس كيرلس نشرها بروكس. في رسالة تاني بهذا الخصوص بيقول، ولكن ربما يجب أن نقول كل منا لشعبنا. دي رسالة كان كاتبها القديس ساويرس للبابا ديسكوروس الثاني بابا الإسكندرية. فكتب له بيقول له ايه، لكن ربما يجب ان نقول كل منا لشعبنا وكل الغرباء انه اذا دعي وقت التنازل لكي نجذب الذين انفصلوا ونربحهم، فانا انصح باستعمال صيغة لا تتجاوز ما هو حق، ولكن تذهب في وسط الطريق الملوك العالي، صيغة تحرم بالاسم الأشياء التي حدثت في خلق دنيا ضد الإيمان الأرثوذكسي وضد هؤلاء الذين ناضلوا في سبيله
والطومس الشرير الخاص بلاون الذي أصبح رئيس كنيسة روما، وهؤلاء الذين يدعون ربنا وإلهنا يسوع المسيح طبيعتين بعد الاتحاد الإلهي غير الموصوف، وفي الوقت نفسه أيضا يلحق بوضوح مع هذه الأشياء الاعتراف المستقيم المشتمل في منشور زينون البار، منتهي بنبذ خلق دنيا الشرير. يعني زي نفس الوضع زي ما قلنا، حرم قبول الهينوتيكون كشرح للإيمان مع حرم صريح واضح لخلق دنيا توماس لاون. يقول لو أن الأشياء المملوءة تجديف وغير القانونية التي حدثت في المجمع وتوماس لون الطمس، وهؤلاء الذين بعد الاتحاد الإلهي يقسمون المسيح الواحد إلى ثنائية أو ازدواج طبائع، لم يحرموا، فبالرغم أن المنشور أو الهينتيكون مقبول كمنبذ لهذه الأشياء، فإنني لا أعتبر أن هذا كافي للإقناع، كما كان أيضا قد أعلن في محضر الجلسة المنعقدة بينكم. يعني إذا قبلوا الهينوتيكون أن الشرح اللي فيه كافي أنه ينبذ خلق دنيا، فبيقول هذا غير كافي للإقناع، لابد من حرب. ودي كان حصل في مصر من أيام البابا بطرس لما أصروا لازم يكون فيه حرم صريح مع الهينوتيكون. ويستكمل الرسالة يقول ولا أستطيع أن أوافق على الاقتراحات التي أتت من تقواكم، ولا معقول عندي أن أكون حكم على أشياء مكتوبة من الطرف الآخر كشيء ما بالتأكيد كان محل تساؤل، حتى ولو كان ملاك هو الذي يقول هذه الأشياء، لأنه هل أستطيع أن أقر على كلمات بدون شهادة وبدون تحقيق بينما نحن على مسافة بعيدة؟ في رسالة أخرى لي يتحدث القديس ساويرس عن اقتراح قدمه البعض يقولون فيه إن كان مجمع خلق دنيا يجب أن يرفض كأشخاص، فإنه يمكن قبول صيغته الإيمانية أو تحديداته كأرثوذكسية. فيقول أن يقال لنا أن المجمع الخلقدوني يجب أن يطمس وتحديده كاعتراف أرثوذكسي، ولكن غير منبوذ كتجديف مع الأشخاص أنفسهم، فإن هذه الكلمات غير شرعية ولا توصل إلى السلام، فإنه حتى لو أردنا أن نغلق أعيننا فإنه لا أحد من بين الجماهير الأرثوذكس خصوصا بعد الهياج الشديد جدا سيوافق على مثل هذا الاتحاد الزائف غير الشرعي. كان في محاولات أن يتغاضوا عن مجايب سيرة المجمع، وهم عملوا كده زي ما هتشوفوا في المجمع الخامس. انتوا بيضايقكم مين مثلا؟ سؤدوريتوس، هيبة، مش عارف ايه. طب ايه رايكم يعني ناخد موقف معهم ويقبل المجمع او كده بقى في علاج للمجمع؟ معلش انا بستبق احيانا، لكن يعني ايه المبدأ هنا كان رفض القديس ساويرس. بيقول لا يجل أحد من بين الجماهير الأرثوذكس خصوصا بعد الهياج الشديد جدا سيوافق على مثل هذا الاتحاد الزائف، حيث أن الرسول يقول صراحة إذا بشركم أحد بخلاف ما تسلمتم فليكن أناسيما. ما الذي ألقى الكنائس إلى التشويش إلى يومنا هذا؟ أليس ذلك؟ في الواقع أن هؤلاء الذين في سلطة
يعرجون بين الفرقتين ويتمنوا دائما أن يرضوا الجانبين. دايما أصحاب السلطة فعايزين يوفقوا، فيعني إيه، طب نراضي دول بحاجة ودول بحاجة ويقربوا. طبعا كان في الفترة دي برضو، وإن كنت مش هتطرق لأي تفاصيل فيه، لكن برضو نذكره لأن شخصية جميلة وله كتابات، وخصوصا كتابات روحية جميلة أوي 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 أوي، القديس يعقوب السروجي. اشتهر في فارس في هذه الفترة شمعون الأرشمي الذي عرف بالمجادل، كما اشتهر الملفان يعقوب أسقف سروج. الملفان أو الملفان ده تعبير سرياني يعني العالم أو المعلم، يعني الذي اقتبل موهبة الملفنة النقية من الروح القدس وليس من تعليم البشر، وكان جوالا ونظم قصائد رائعة تزخر بتعليم الحياة الحقيقية. وقد فحص القديس مارسويريوس بطريرك أنطاكيا ملفنته فامتدح كثيرا، وفي الفترة نفسها عرف سمعان القواق في قرية كشير من قرى أنطاكيا، واشتهر بوضع حاجات كده باللغة بتاعتهم، وهو الآخر تسلم تعليمه النقي من الله مباشرة. يعني عايزين نقول الدنيا كانت عمرانة، في ناس قديسين وأرثوذكس كتير. قديس يعقوب السروجي مشهور في مصر، له كتابات كتير ولا سيما في الأديورة، في مخطوطات ليه وفي كتب ميامر، وكنا نقراه في الأعياد أحيانا. في العيد بيجتمع الآباء الرهبان ويتقري ميامر الآباء، اللي هي الميامر الخاصة بالمناسبة، عيد الميلاد، عيد القيامة، عيد الغطاس. فقال ايه، فبتبقى درر كده جميلة حلوة. يمكن نجيب سيرته لاحقا في نياحته، كان له قصة جميلة في نياحته برضو. من ضمن جهاد القديس ساويرس في الفترة دي برضو، انخرط ساويرس في الفترة ما بين عامي 518 ل 520 في مراسلة متبادلة مع شخص يدعى سرجيوس. كان هذا يحاول شرح التعليم الأرثوذكسي عن تجسد الكلمة. كان له فكر مش مظبوط، فالقديس ساويرس بعت يعني شرح له وعدل له الايه الفكر بتاعه في كتاب رسائل ليه. فاكر جبته عندي ومترجم برضو الحقيقة، بس ما فيش فرصة نعرضه هنا دلوقتي، بس هو بندي فكرة ربما نتناول بالتفصيل مثل هذه الكتابات في كورسات لاحقة إن شاء الله. من ضمن الحاجات الجميلة برضو اللي كتبها القديس ساويرس في إحدى رسائله، بيدافع عن البابا ديوسكوروس على ضد اللي بيلوموه إزاي إدى الحل لأوطاخي. ولا سيما من الخلقدونيين. فشوفوا بقى بيقول ايه، بيقارن بين ما حدث في مجمع افسس 449 وبين ما حدث في خلقدونيا.
فبيقول ففي مجمع أفسس تم الحكم بتبرئة أطاخي بناء على عريضة الإيمان الأرثوذكسية التي قدمها، وبناء على أعمال مجمع القسطنطينية الذي لفليبيانوس، ويقول معلقا إن الإنسان ينظر إلى الوجه ولكن الله ينظر إلى القلب. على فرض أن أطاخي بالفعل كان ما هو منسوب لي كان حقيقي، لكن اللي حصل أنه قدم إيمان أرثوذكسي. من كلامك تتبرر ومن كلامك تدان. الإيمان اللي قدمه لا ملام عليه، لا أحد يلومه، فنال الحل. فبيقول وبذلك فالحكم بالتبرئة صدر بناء على ما أظهره أطاخي من إيمان أرثوذكسي، أما قلبه فيعلمه الله. ولكن العكس حدث في مجمع خلق دنيا. شوفوا بقى، طبعا مفروض انتوا هتكونوا عارفين الكلام ده، اتكلمنا فيه قبل كده. ولكن العكس حدث في مجمع خلق دنيا الذي قبل سيودوريتوس وهيبة، اللذين لم يخفيا صراحة عقيدة نسطور الغبية في القلب، ما خافوهاش في قلبهم، ولكن أعلنوها بوجه مكشوف عندما قرأت أعمال الجلسات الخاصة بتجريد هيبة، وبالخطاب الذي أرسله لماري الفارسي المملوء من تجاديف عديدة في خلق دنيا، لما تعرضوا بيرجعوا بقى أن ديسكوروس حكم عليهم إزاي دول، فلما قروا الأعمال والخطاب بتاع هيبة، فقد أعلن ممثل لاون أنه بلا لوم، قائلين ممثل لاون قالوا إيه في خلق دنيا؟ من خلال قراءة هذه الوثائق وهذا البيان بتعهيب الذي للأساقفة المحترمين، فنحن نتبين أن المحترم هيبة أظهر كبريء، وحيث أن خطابه قد قرئ فنحن نعترف به كأرثوذكسي، وهذا هو قرارنا أن درجة الأسقفية وأيضا الكنيسة التي طرد منها خطأ في غيابه تعود إليه. فكيف يسوغ لهؤلاء الذين دافعوا عن أولئك الرجال سؤدوريتوس وهيبة أن يتجرأوا ويجعلوا قبول أطاخي الذي تم طبقا للقوانين تهمة ضد القديس ديوسكوروس والمجمع المنعقد معه؟ جميل القديس ساويرس. وكبطريرك أنطاكيا كرس ساويرس نفسه لرعاية قطيعه بحماسة لافتة للنظر وبتفان واضح، وتظهر العظات التي ألقاها والرسائل العقائدية التي كتبها إلى عدد كبير من الناس. القديس ساويرس له آلاف من الرسائل، في منها منشور بالفرنساوي ترجم منه العظات الروحية يوسف حبيب المتنيح بتاع اسكندرية، وفي موجود باللغة الإنجليزية اللي قلت لكم بعضها، وربما في كتب ترجمت برضو للرسالة القديس ساويرس حديثا،
لكن في الكتاب بتاع بروكس دوت كان موجود عندنا في مكتبة دير السريان من أيام البابا شنودة لما كان ماسك المكتبة، كان في ساعتها أنبا غريغوريوس كان بيدرس الدكتوراه في انجلترا، فعملوا اتفاقية، كان البابا شنودة مع أنبا غريغوريوس مع سيدنا الأنبا توفيلس إن يشوف كتابات الآباء المنشورة بره ويجيبوها لحساب الدير، فجمع شوية كتابات للآباء وجابوها ساعتها، يعني كانت تميز بها دير السريان في ذلك الوقت. فله عظات كتيرة وكتب كتيرة بجانب تسابيح وضعها وخلاف كتاب فيلاليسس. في كتاب هندخل فيه بعد شوية بس مش النهاردة، اللي هو ضد يوحنا النحوي، ده ثلاث كتب كونترا امبيام جراماتيكام او كونترا جون جراماتيكام، يضحط فيه ما جاء في كتاب يوحنا النحوي اسقف قيصرية الذي كان قد ألفه للدفاع عن مجمع خلق دنيا وللرد على المعارضين له، وقدم هذا البحث الذي وضعه البطريرك ساويرس تعليما خريستولوجيا عن المسيح على أساس كتابات أباء الكنيسة. ومن المحتمل أن يكون البطريرك ساويرس قد أكمل هذا العمل في أوائل العشرينات من القرن السادس، وبعد ذلك بعدة سنوات كتب ساويرس كتابا آخر للرد على يوليان اللي هو يوليانوس الخيالي. ومن المسلم به أن البطريرك ساويرس كان ثابتا في انتقاده للنسطورية ومجمع خلق دنيا من ناحية، للأوطاخية وبقية الأرتقاط من الناحية الأخرى. كتاب ضد النحوي ده موجود باللغة السريانية، الترجمة السريانية بتاعته موجودة واللاتينية، لم يترجم بالكامل بعد، في اقتباسات منه في الكتب، بطريقة ما حاولنا نترجم، ترجمنا جزء منه مش بطال، هنستعرضه في محاضرات قادمة في الجزء اللاهوتي شوية، لأن هو بقى تعرض للتطورات الفكر وتأويلها والتلاعب بالمصطلحات وتأويل الأقوال الآباء. كل ده تم الحقيقة وكان بيتم في حياة أناستاسيوس. أناستاسيوس ده كان راجل قديس، ميخائيل الكبير استعرض بعض الأسماء اللي جت في عهد أناستاسيوس، يقول وفي سنة 831 يونانية اللي هي توافق 2018 مرض الملك أناستاسيوس ورحل بسلام في 14 تموز بعد أن حكم 27 سنة وثلاثة أشهر وتسعة أيام. شوفوا عدين له الإمبراطور أناستاسيوس كان له صداقات مع المصريين، والبابا ديوسكوروس الثاني، ده يمكن الرسالة اللي قلناها البابا ديوسكوروس الثالث، مش فاكر الثالث ولا الثاني اللي بعت الدهية،
لكن كان له صداقة من قبل ما يبقى إمبراطور. يوحنا النيقوسي الخمسمية وتمنتاشر، التاريخ الميلادي 518. المؤرخ يوحنا النيقوسي يقول: لا نستطيع أن نعدد ما قام به الإمبراطور أناستاسيوس من أعمال جليلة، لأنه كان مؤمنا أرثوذكسيا وكان مخلصا لربنا يسوع المسيح، وقد أبطل العقيدة الخلقدونية كما أوصاه بهذا القديس جرميا خادم الله. طبعا انتوا عارفين حكاية القديس أرميا اللي هو تنبأ له. وبالفعل أناستاسيوس ظل أمينا مدى الحياة. وده مرة يقال حصل زي فتنة أو موقف في مصر، هذا الموقف يستوجب العقاب الشديد، والكل توقعوا أن الإمبراطور سيكون قاسيا، فهرعوا. كان ساعتها يمكن أيام البابا ديوسكوروس الثاني، اللي هو كان صديق أناستاسيوس قبل الاثنين ما يترق، ما يبقى قبل ده ما يبقى بطرك وقبل ما هو يبقى إمبراطور، فتشفع لهم اللي هم بتوع الفتنة دي، فعفى عنهم وسامحهم. يعني مات الإمبراطور أناستاسيوس في ليل يوم 8 يوليا عام 518. طبعا في قالوا 14 تموز، الحقيقة المؤرخين ممكن يبقى فيه فروق أيام، احنا بنجيب يعني لا في نفس التوقيت تقريبا في نفس الفترة. ومع ذلك أعلن في اليوم التالي لوفاته تنصيب يوستين الأول إمبراطورا للبلاد، كما ابتدأ عصر جديد في التاريخ البيزنطي ظهر فيما يسمى بكنيسة الدولة أو الكنيسة الرسمية، وصار تعريف الإيمان الخلقدوني هو ميثاقها الأرثوذكسي العظيم. بنياحة أناستاسيوس أزدلت فترة كان فيها أمل للاتحاد، وفعلا تم فيها اتحاد الكراسي كلها ما عدا روما. يوحنا النيقوسي أورد نبوات للقديس ساويرس عن الإمبراطورية الرومانية، يقول بخصوص نبوة القديس ساويرس عن اضمحلال الإمبراطورية الرومانية، مش هدخل فيها بالتفاصيل، لكن من ضمن ما قال يقول: لا يعتلي أي ابن عرش أبيه طالما بقيت عقيدة الخلقدونيين الذين يقولون أن المسيح ذو طبيعتين بعدما صارت واحدة، وهو اعتقاد لا يمكننا أن ننادي به، لأن عقيدتهم تقول أن الطبيعة البشرية والطبيعة الإلهية منفصلتين بعدما اتحدتا. هو يقصده منفصلتين يعني ايه؟ ما زالوا طبيعتين يعني، لان هما بيقولوا غير منفصلتين، لكن هما ايه؟ اتنين برضو. طبعا الدنيا اتغيرت تماما بعد موت أناستاسيوس. أناستاسيوس كان يحترم مرسوم زينون، وكان هو اسلوب الاتحاد، ليتحدوا يوقعوا على مرسوم زينون
ويحرموا خلق دنيا. فبعد موت أناستاسيوس الإمبراطور الأرثوذكس التقي ملك يوحنا النيقوسي يقول جستان المرعب ثم ألغى مرسوم الإمبراطور زينون وغير العقيدة الأرثوذكسية وصادق الخلقدونيين فقبل رسالة لون التي أدخلت في كتب الكنائس الشرقية. في السنة الأولى لحكمي اشتهر القديس ساويرس الكبير بطريرك أنطاكيا بتمسكه الشديد بالإيمان الأرثوذكسي، ولما رأى تغير العقيدة وعودة فيتاليان يعني الهرطقة بدأوا يرجعوا يعني ودخول صحبة الإمبراطور خاف وترك كرسيه ومضى إلى مصر متخفيا، لأنه علم أن يوستينوس كان يكرهه حقيقة وكان ينوي أن يقطع لسانه لأنه خطب في الكنائس مواعظ كثيرة مليئة بالعقيدة المستقيمة وكتب كتبا كثيرة في هذا الشأن وكلها ضد عقيدة الإمبراطور الفاسدة. إن ساويرس سرق كرسيه عين واحد اسمه بولس بطريركا على أنطاكيا بدلا منه، كان صديق للخلقدونيين وكان الشعب كارها لبولس النسطوري. اللي كان عايز يقطع لسان القديس ساويرس مات بموت مفاجئ ساحق اللي هو اسمه فيتاليان، يعني حاجات تاريخية. لكن يهمنا بقى نعرف اتجاهات الإمبراطور الجديد بنى سياسته على ايه. دخلنا في مرحلة كان الصراع فيها عنيف وشديد جدا جدا على المستوى يعني الطبيعي او الاضطهاد الفيزيكال يعني والفكري. يقول من الجدير بالذكر أن السلالة الحاكمة الجديدة قامت بتبني هذه الخطوات ليس من قبيل إدراكها لخطأ الاعتراضات الكنسية على مجمع خلق دنيا عام 451، ولكن من قبيل الضرورة التي رأوها في سبيل تعزيز طموحاتهم السياسية. وكان جستنيان المخطط الرئيسي للأسرة الحاكمة الجديدة. هو جستين، خلي بالكم فيه بيلخبطوا بين حاجتين، جستين وجستنيان. جستين ده كان قائد حربي مش متعلم، حياته كلها يعني قائد وبس. ابن أخته كان علمه كويس اسمه جوستينيانوس، فكان هو المخطط وكان له أهداف. فيقول المخطط الرئيس الأسرة الحاكمة الجديدة متلهفا لأن يعيد الغرب الذي كان قد أصبح تحت حكم القوطيين مرة ثانية إلى الإمبراطورية. كان عايزين يرجعوا يبقى أسرتهم لها مجد أسرة قسطنطين، يوحدوا الشرق بالغرب. فهم في الشرق اوريدي عايزين يضمنوا الغرب، عشان يضمنوا الغرب عايزين يرضوهم وعايزين معاونتهم. و
ومن أجل تحقيق هذا الهدف كان جوستينيان يحتاج إلى تأييد البابا الروماني الذي كان تمسكه المتشدد بخلق دنيا عاملا حاسما في تحديد سياسة جوستينيان الكنسية. ولم تكن لدى العائلة السابقة، عائلة لون اللي جه بعد مرقيان اللي جيت منها بقى ليه لون الصغير اللي مات وهو طفل، وبعد كده زينون وباسيليسكوس والمجموعة ده، هي لم تكن لدى عائلة السابقة التي وصلت السلطة بعد موت مرقيان مثل تلك الطموحات، ومن ثم كان أعضاؤها مستعدين لرفض مجمع خلق دنيا أحيانا وتوحيد الجزء الشرقي من الإمبراطورية. ومنذ عام 533 بدأ جوستينيان في مخططه لإخضاع الغرب. دي السياسات بتاعت الأسرة الجديدة الحاكمة. جوستين في الأول قعد سنوات وبعد كده مسك جوستينيان. لقد كانت هناك في الحقيقة مجموعة من الأمور لها أثرها السلبية على الشؤون الكنسية في الشرق. أولا، تنصيب الإمبراطور يوستين الأول بمساندة حزب الزرق. ثانيا، ولع ابن أخته اللي هو مين؟ جوستينيان، الذي كان يوجه خاله منذ البداية بفكرة إعادة بناء إمبراطورية قسطنطين العظيم. وقد ظهر الإمبراطور العجوز بتحريض من الجانب الخلقدوني كمؤيد ليالين لمجمع خلقدونيا وتوموس لاون، وتبنى إجراءات قاسية وصارمة من أجل تقوية الخلقدونيين في كل مكان في الشرق، ومن أجل قمع الحركة غير الخلقدونية. ولكن استبعد مصر من هذه الإجراءات. مش قوي، ده وجهة نظر اللي كاتب الكتاب دوت، لكن في الواقع مصر ما استبعدتش، يعني نسبيا. ليه بقى شوفوا عظمة مصر حسب حتى من وجهة نظر المؤرخ ده. يقول: ولكن استبعد مصر من هذه الإجراءات لأنها كانت تعتبر مخزن القمح الخاص بالعاصمة، هي اللي كانت بتأكل الإمبراطورية. سبحان مغير الأحوال. لأنها كانت تعتبر مخزن القمح الخاص بالعاصمة، لذلك هرب الكثير من قادة الكيان المعارض لمجمع خلقدونيا إلى هذه المنطقة. طبعا القديس ساويرس، لأن كان أكتر واحد مقاوم لخلقدونيا، فبالتالي فهو أكبر عدو مستهدف، لكن هو ألمع شخصية في ذلك الوقت. فبيقول: كما صار للرهبان المؤيدين لخلقدونيا الحرية في تنظيم حركة معارضة ضد البطريرك ساويرس، أطلقوهم عليه بقى يعني. وبحلول يوم الأحد التالي لتولي يوستين السلطة، كان يوحنا قد أعلن إذعانه للجانب الخلقدوني اللي هو بتاع القسطنطينية، بطرك القسطنطينية، سلم على طول. زي مين زمان عمل كده؟ اللي يقول يبقى شاطر بس مش هياخد رز ولبن زيادة. حاجة زمان شوية، أناطوليوس، صح، اللي هو كان معاصر البابا ديوسكوروس، لما جه مرقيان وبلخاريا غير بقى يعني ايه
فكر. كان يوحنا قد أعلن إذعانه للجانب الخلقدوني، وتم عقد مجمع مكاني يوم 20 يوليو 518 بحضور 43 أو 44 أسقفا، وقرروا عزل البطريرك ساويرس رغم أن اختصاص المجمع وأهليته كان في الحقيقة أقل من أن يتخذ قرارا مثل هذا. ده مجمع مكاني، ضد بطريرك. أنا بعيد بالتوازي، يعني ممكن في نفس الحدث بقوله يعني بستعيده بأحداث أخرى، يعني كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل. ازاي تم شيله بقى؟ اتشال وحطه ده، اتشال ازاي؟ ده بقى في مجمع بحضور 43 و 44، بيقول كان في الحقيقة أقل من أن يتخذ المجمع ده ملوش الأهلية أن يتخذ قرارا مثل هذا ضد بطريرك أنطاكي. أعلنت أورشليم على الفور بطريقة هادئة قبول المجامع الأربعة، برضو أورشليم سلمت، وكذلك فعل أبيفانيوس أسقف صور نفس الأمر يوم 16 سبتمبر. وقيل إن الإمبراطور نفسه قد أمر بالقبض على البطريرك ساويرس وقطع لسانه، فسافر البطريرك ساويرس إلى الإسكندرية حتى لا يعطي الفرصة للإمبراطور للاستمتاع بقتله. ووصل إلى هناك يوم 29 سبتمبر. احنا بنحتفل بيه بقدومه في أكتوبر، يعني عيد دخوله أرض مصر. وقدر البطريرك ساويرس بقية حياته في مصر باستثناء الفترة الوجيزة التي زار فيها القسطنطينية استجابة للطلب المتكرر من الإمبراطور جوستينيان في منتصف الثلاثينات من القرن السادس. أهو ده موجز، لكن لسه شوفوا بقى صاحب هذا الأمر إيه تاني. معلش احنا يعني هنكمله تاريخ شوية عشان لما هندخل في الجانب اللي هو تبقى عارفين الاتجاهات ماشية ازاي. يعني في اول اغسطس سنة 518 كتب الامبراطور يوستينوس الى البابا هرمسداس يعلن له انتخابه امبراطورا، وبعد شهر من هذا التاريخ أرسل وفدا إلى روما يحمل عدة رسائل كتبت بخط يده تعبر عن رغبته الشديدة في إرجاع العلاقات بين كنيسة روما وكنيسة القسطنطينية حتى يسيطر السلام على الكنيسة والإمبراطورية. وبناء على هذا الطلب أرسلت روما وفدا مكونا من أسقف وكاهن وشماس يوناني وديوسكورس الكاتب وهو إسكندري الأصل. المصريين كانوا منتشرين يعني في العالم في وظائف يعني مرموقة، حتى لو مش موافقين عليها الوظيفة ديت يعني. ولقد وصل هذا الوفد إلى القسطنطينية يوم 25 مارس 519، وكانت التعليمات التي سلمت لهذا الوفد المرسل إلى القسطنطينية أن يقبلوا في شركة الكنيسة الرومانية كل الذين وقعوا على الرسالة التي أرسلت في سنة 498 إلى الإمبراطور أناستاسيوس
ففي تلك الرسالة يشرح البابا بأن قول المسيح كان موجها لبطرس: أنت بطرس، يعني هو إيه؟ ثم يعلن أيضا بأن الإيمان الكاثوليكي القويم ظل دائما محفوظا في الكنيسة الرومانية، كما أنه حرم كل من نستوريوس وأوطاخي وأتباعهما، وشدد على قبول قرارات مجمع خلقدونيا ورسائل البابا القديس لاول العقائدية. طالب أيضا بأن يحذف من الصلاة ليس فقط اسم أكاكيوس مصدر الانشقاق الذي فصل كنيسة روما عن كنيسة القسطنطينية. فاكرين أكاكيوس؟ بابا مين؟ بطرس. الرسائل الجميلة دي اللي قضينا ما شوية فيها، يعني تحبوا الحواديت، انتوا تبقوا شاطرين تجاوبوا على طول. ليس فقط اسم أكاكيوس مصدر الانشقاق الذي فصل كنيسة روما من كنيسة القسطنطينية، بل أن تحذف أيضا أسماء خلفائه إفيميوس ومقدونيوس والإمبراطور زينون وأنستاسيوس، يعني أي حد ما كانش على صلة يبقى كله يتحذف حتى لو كان اتجاهه خلقدوني زي إفيميوس. وفي الخميس الموافق 28 مارس سنة 519 وقع يوحنا رئيس أساقفة القسطنطينية والأساقفة ورؤساء الأديرة والمرسلون من روما على معاهدة رجوع السلام بين الكنيستين، وفي يوم عيد القيامة اشتركوا معا في الليتورجية وفي العشاء الفصحي رئيس الأساقفة يوحنا ومرسلو روما. ولقد مكث الوفد الروماني في القسطنطينية حتى يوم 10 يونيو 520. ليه بقى؟ لمراقبة تنفيذ المعاهدة في الأبرشيات الأخرى في الشرق. وهكذا تم الصلح ورجع السلام والشركة الكنسية بين روما والقسطنطينية بعد انشقاق استمر حوالي 40 سنة. وفي نفس الوقت كان الوفد المرسل من قبل روما مشغولا جدا بمراقبة تنفيذ المعاهدة التي عقدها مع كنيسة القسطنطينية والكنائس الشرقية، لأنه كان لابد أن يزور هذا الوفد الكنائس الكنائس لكي يرى الأبروشيات التي قبلت والتي رفضت هذه المعاهدة. فلقد ظهرت في المنطقة كلها روح من التردد والتحفظ والمقاومة لهذه المعاهدة التي تشترط حذف أسماء الأساقفة والأباطرة الذين وقعوا على الهينوتيكون لرسالة زينون للوحدة من الصلوات، وهذا يعني حذف كل أسماء الأساقفة من سنة 484. ولذلك فإن معاهدة الصلح هذه بين كنيسة روما وكنائس الشرق وجدت مقاومة عنيفة كادت تؤدي إلى ثورة شعبية في كل المنطقة، في أنطاكيا وفي أورشليم وفي مصر. شوفوا بقى حصل ايه. كان لسه عايش مين؟ القديس يعقوب السروجي. فكان فيه واحد اسمه بولس كان أسقف الرها. الرها دي عدى عليها كذا واحد. اللي يفتكر أهم الشخصيات اللي جت فيها، نعم،
رابولا ده اللي كان قديس ايام البابا كيرلس. بعده جه مين؟ هيبة الشرير اللي تواقح على القديس كيرلس. بعد كده كان في الوقت ده بولس هذا انضم للجانب الخلقدوني، مش مجرد انضم وبس، وأصبح مضطهدا قاسيا لمعارضي خلقدونيا. فهو بقى في المنطقة عارف مين الرؤوس، فعايز يتشفى فيهم وينتقم منهم. فبولس دعا الشاعر السورياني العظيم يعقوب السروجي لمناقشته من أجل تغيير موقفه الكنسي. فعمل القديس يعقوب يقول: ولكن الرجل صلى إلى الله لكي لا يدعه يرى بولس بعد أن انضم إلى الجانب الخلقدوني. فمات يعقوب السروجي بعد ذلك بيومين فقط. ربنا استجاب صلاته وما خلاهوش يشوف الشخص ده. طب الحال في مصر كان عامل ايه بقى؟ بعض المؤرخين دايما مصر دي شغلاهم فيختلف التوصيف شوي. في واحد قال: حيث أن الإمبراطور يوستين لم يتدخل في شؤون المؤسسة الدينية بمصر، فقد صار بطريرك الإسكندرية مطلق الحرية في التمسك بعقيدته غير الخلقدونية، بل استطاع حتى أن يوفر ملاذا لكثير من القادة الذين فروا من مناطق أخرى في الشرق. وكان البطريرك أثناسيوس هو الذي خلف البابا بطرس منجوس على كرسي الإسكندرية، وجاء بعده البطارقة يوحنا الأول ويوحنا الثاني وديوسكوروس الثاني. وحين تقلد الإمبراطور يوستين الأول السلطة، كان البطريرك تيموساوس الثالث الذي خلف البابا ديوسكوروس الثاني عام 517 هو الذي يجلس على الكرسي. لسه هو مصر كان يتعمل لها حساب، لكن الواقع ما كانش كده الحقيقة. بعد أن انتقل الإمبراطور أناستاسيوس إلى الدار الباقية، خلفه على العرش يوستينيان في السنة عينها التي أقيم فيها البابا تيموساوس الثالث خليفة للبابا ديوسكوروس. فنقول إيه بقى؟ نشوف قصة الكنيسة لإريس حبيب بتقول إيه. كان الإمبراطور الجديد ميالا إلى مناصرة الخلقدونيين، وقد دعم ميل هذا يوحنا أسقف الكبدوك الذي لازمه ملازمة الظل. وفي يوم من الأيام الأحد ذهب الإمبراطور والأسقف للصلاة، وكان ظهورهما جنبا إلى جنب في الكنيسة مدعاة لحدوث الشغب، لأن بعض المصلين المتشيعين للإمبراطور هتفوا بسقوط ساويروس مطالبين بمحاكمته كنسيا، في حين أن غيرهم هتف بوجوب التمسك بالإيمان الأرثوذكسي الذي يتمسك به هذا الحبر الأنطاكي الجريء. ولما كان الفريق الإمبراطوري أكثر عددا، أو بمعنى أصح مسنودا،
فقد تغلب على الفريق الثاني، فازداد الإمبراطور صلفا وقرر أن يأمر بعقد مجمع اللي هو المجمع اللي اتحكم عليه على القديس ساويرس. يعني مين دعي للمجمع؟ البابا تيموساوس. يقول ولما البابا تيموساوس الثالث دعي لحضور هذا المجمع لم يلبي الدعوة، إذ كان يعلم موقف الإمبراطور والمشيعين له وأنهم لا يستهدفون إلا الإيقاع بالأرثوذكس، فما راحش. فصارت سائرة الإمبراطور وأمر بالقبض على البابا السكندري ونفيه. وحين وصل الجند إلى الكنيسة المرقوسية تنفيذا لأوامر الإمبراطور، صار الشعب وتجمهر حول الكنيسة ليمنع الجند من الوصول إلى باباه المبجل، واشتبك الفريقان في معركة عنيفة رغم أن القوى كانت غير متكافئة لأن الجند مسلحون والشعب أعزل. وقد اندفع الجند في الفتك بهذا الشعب الوفي وقتلوا عددا غير قليل من المؤمنين. ولما قضوا على المقاومة الشعبية اقتحموا الدار البابوية وقبضوا على البابا عنه ووثقوه إلى المنفى. ولم يكتفي الإمبراطور بذلك، بل فرض على الكرسي الإسكندري دخيلا يدعى أبوليناريوس. فشوفوا بقى العجب، بابا الإسكندرية راح المنفى، القديس ساويرس بقى، أما ساويرس بطريرك أنطاكيا، فلبى دعوة الإمبراطور وذهب إلى القسطنطينية فحكم المجمع بتجريده وحرمه. إلا أن الله تعالى قد قيد للأرثوذكسيين صديقا أمينا في شخص الإمبراطورة سيودورا، فشفعت لدى زوجها في هذا الحبر الأنطاكي المتمسك بالإيمان الأرثوذكسي. وكان أنصار الإمبراطور قد هيجوه ضد الأنبا ساويرس إلى حد أنه كان يريد قطع لسانه، إلا أن شفاعة الإمبراطورة كانت لها أكبر الأثر في نفس زوجها فأخلى سبيل البطريرك ساويرس، ولكن منعه من العودة إلى كرسيه، فغادر بلادها بلاده مكرها وجاء إلى بلادنا الحبيبة هربا. هو هرب على فكرة، فوجد في مصر المأوى الأمين كما فعل سيده لو المجد لما جه إلى أرض مصر. البابا تيموساوس اتخذ المنفى، جالنا مين؟ القديس ساويرس. وكان ده أقوى شخصية في التاريخ بين الكنيستين، طول عمر كان الاعتماد الأكبر في مقاومة الخلقدونية على الإسكندرية. المرة دي كان القديس ساويرس هو اللي بيقود الجهاد كفاح ضد خلقدونية، لكن منين؟ من اسكندرية برضه. عشان كده الكنيسة عندنا تكرمه قوي 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 الحقيقة. وكان من أكتر الشخصيات اللي ربطت بين الكنيستين، كان دايما في خلاف فكري بين المدرستين، هو اللي وحد الفكر، خد منهج فكري غير بتاع مدرسة أنطاكيا. في إحدى رسائله في حكاية ما كنتش هقولها لكم المرة دي، لكن هقولها لكم أمرنا لله. يقول إيه في إحدى رسائله؟
يعبر عن دوره في ربط الكنيستين، كنيسة الإسكندرية وكنيسة أنطاكيا. فبيقول إيه في الرسالة بتاعته؟ هذا ما أشهد به للجميع الذين يعترفون بالإيمان المستقيم بحسب الوصية الرسولية أمام الله والمسيح الإبن الذي سوف يدين الأحياء والأموات عند ظهوره في ملكوته، أنه بخصوصي فأنا حتى الآن أيضا إنني اعتقدت أنني قد وقفت وأقف قواصيد بين الكنيسة المقدسة بمدينة الإسكندرية وتلك التي بمدينة أنطاكيا، ممسكا اليد اليمنى لكل منهما، وسوف أمسك بدون انفصال باعترافات الإيمان التي وحدتهما، بالرغم من أنني أمر وراء حدود الأرض المسكونة. يعني رابطهم هما الاثنين بإيه؟ باعتراف الإيمان الواحد. أعتقد نكتفي بهذا القدر النهاردة، ونستأنف في المرة الجاية إن شاء الله، ندي فرصة للأسئلة.